خلينا نبدأ كلامنا، ومعلش زي ما أنا كده عديت سريعا بكلامي في البداية، قلنا الأخبار اللي مش حلوة مش هنعديها لأن ده دورنا، هو ده دور الإعلام. ولو هنتكلم عن النادي الأهلي أكيد ده دور المنبر الإعلامي اللي احنا موجودين فيه، اللي بنحترم من خلاله حضراتكم جميعا. في علامات استفهام كتيرة جدا كانت موجودة من أحد المنابر الإعلامية، يعني في حلقة كده ما لإعلامي كبير جدا وكلنا بنحترمه، بس كان في وصف لجماهير الأهلي بمصطلح أعتقد هذا المصطلح لا يليق وغير مقبول، ومش هنسبح بيه إن هو يتقال على جماهير النادي الأهلي بكل الأشكال. أنا مش هكرر اللفظ أو هذا المصطلح احتراما لحضراتكم المشاهدين اللي بيتابعونا في كل مكان حاليا، لأن هو أمر تاني هرجع أقول غير مقبول تماما. هتتكلم حضرتك عن النادي الأهلي، تتكلم عن تاريخ، تتكلم عن بطولات، تتكلم عن نادي بيرفع اسم مصر دايما في كل المحافل الدولية، يعني هو مش بس بيرفع اسم الأهلاوية في الخارج، هو بيرفع اسم مصر، هو في الأول وفي الآخر نادي مصري. الأهلي لما هتتكلم عنه حضرتك هتتكلم وتقول الأخلاق، هتتكلم وتقول الانضباط، هتتكلم وتقول المبادئ والاحترام. هو لا يبادر أبدا، ولو حضرتك رجعت بالتاريخ قبل كده هتلاقيه لا يبادر بالإساءة لأحد، لا منافس ولا غيره، بيحترم الجميع سواء فاز سواء خسر سواء عمل أي نتائج مختلفة عن أي منافس ليه، هو بيحترم الجميع. فدي نقطة كان لازم إن احنا نناقشها، ومش هنذكر أسماء بصراحة يعني، ولا هنكرر المصطلح، لأن شيء محزن لما نيجي نتكلم عن الإعلام. دور الإعلام دايما جاي من التنوير، جاي من التوعية. لما أنا أكون دوري كده وبعدين أطلع في منبر إعلامي محترم وأنا إعلامي محترم وأثير الفتن وأقول مصطلح وأصف جماهير محترمة بلفظ زي ده، أنا لا يعنيني بقى يا كريم هو قصده مش قصده، هو لبس الأمر على الناس، لا هو ما كانش يقصد ده، أنا لا يعنيني. أنا يعنيني أنك تم وصف جماهير محترمة عظيمة مصرية بالملايين بهذا الوصف الغير مقبول تماما. فكان لازم نقف، كان لازم نتكلم، كان لازم نقول أن احنا مش هنعدي هذا الموضوع.